السلام عليكم متابعي قناة جرو وأبدع، كيف حالكم أصدقائي؟ في فيديو اليوم طبعا أنا وقاعد بجهز في المعدات هيك بفرجيكم شو الأشياء اللي بستخدمها، قلم رصاص، قلم تخطيط ومحاي. طبعا في فيديو اليوم راح نرسم شخصية بوروتو. طبعا شخصية بوروتو هي شخصية سهلة في الرسم، تشبه شخصية ناروتو يعني. وأنا أرسم في الوجه، يعني شعرت حالي برسم في وجه ناروتو في البداية، لكن مع اختلاف تسريحة الشعر، يعني بتشعر انه تسريحة شعره هيك بتشبه حبة الفراولة شوي بس في اختلاف بسيط كمان في ملامح وجه بوروتو، انه عيونه بيكون مدورات اكثر من عيون ناروتو. هو يعني الملامح غيروا شوي هيك في الملامح، بيكون له خطين على وجهه. طبعا مع البداية يعني مع الرسم عفوا رح يبين معانا هذا الاشي. طبعا كالعادة أنا بلشت أرسم في العيون بكل سهولة هذا الشكل، بنسق العينين إنهن يكونن يعني نفس الإشي. تمام، العيون بيكونن مدورات، العيون بيكونن مدورات، يعني هذا الأنمي العيون ما بيكونوا مطاولات، أحيانا بيكونن مدورات. طبعا انمي بوروتو تابعت منه هيك كم حلقة في الحلقات الاولانيات، وبعدين فلست اكمل الباقي. صار يدخلوا في شخصيات وهيك، وانا يعني كنت وقتها خاتم انمي ناروتو، كنت وقتها حاضره، قلت خليني ها يلا ما في اجزاء ثانية لناروتو، خليني احضر بوروتو. فلما حضرته هيك زي شفت انه صار يدخلوا في شخصيات جديدة، في شخصيات. طب وين راحت الشخصيات اللي أنا تعلقت فيها في ناروتو؟ وين اختفت فجأة؟ يعني وين وين إيتاتشي؟ وين كاكاشي الأبرز دوره؟ يعني عن جد زي هيك حسيت إنه في كثير اختلاف من أنمي ناروتو شوي. أنا من ناحيتي يعني حبيت أنمي ناروتو كثير، ما بعرف هيك حسيته إنه احيانا عن جد في مشاهد في هذا في انمي في هذاك الانمي الروح هيك والقلب بحزن شويه، ذكريات، الحان، الالحان وين راحت يعني. فعشان هيك يعني انمي بوروتو هيك شايفه للعصر الحديث ازيد. يعني انا حضرت ناروتو، ابني بحضره بوروتو لانه جيله جيل الحديث، بس المشكله انه ابني كمان اتعلق في ناروتو. طبعا انا هنا رسمت ملامح الوجه، هنا بدي انتقل لرسم الوجه نفسه، تدويرة الوجه شوي شوي بترسمه بخط خفيف ما نسرع، بنركز على الخطوط. طبعا انا هنا رسمت الاذن، اذن شوي طويلة، لاحظت انها طويلة كبيرة شوي يعني. طبعا هان رسمت هيك خصلة الشعر، زي ما انتو شايفين انا بحدد دايما بالمسافات اكثر مسافات، مثلا قديش هاي الخصلة بتبعد عن هاي هيك بالعين. طبعا هان برسم في خصل الشعر، شعره جدا سهل يعني مقارنة في شعر ناروتو، شعر بوروتو اسهل بكثير، مختصر علي شوية خطوط يعني. ناروتو شعره إبر بيجي، هو شعراته هيك ملسات مهوداته زي حبة الكرزة، زي حبة التوت، زي حبة الفراولة بتحسوها. طبعا هذا الخطين، طبعا في وجهه خطين مش ثلاث خطوط زي ناروتو. طبعا في حلقة حبيتها في أنمي بوروتو في الحلقات البدائية، يوم اجتمعت سردة مع والدها اللي هو ساسكي، فهذا شيء يعني كثير حلو. ويعني ما بعرف بحب الأشياء اللي هيك فيها، بالخاص لأنه ساسكي يعني مش عارف كيف ردت فعله بس يشوف سردة أو بس، فشعرت هيك إنه ساسكي تغير كثير كثير من هذه اللحظة، يعني إنه لطيف كأب يعني لطيف جدا. طبعا هذا الأنمي يعني أنا بتمنى إني أستمر أحضره عن جد، بس عن جد في بعض الحلقات يعني والله اول شيء اللي بده يحضر انمي، الانمي بده نفسيه يعني مريحه للواحد يحضر، بده الواحد يتعمق فيه. لما انا بدي اتابع انمي لازم اتعمق فيه،
لازم أظني خلص أفكر شو بده يصير بعدين. بس أنا ببرتو في بعض الحلقات يعني إنه مش مهمة يعني خلص مش جاي عبالي أعرف شو بده يصير بعدين. بس في بعض الصور وفي بعض اللقطات أحيانا بسمع إنه بسمع الأحداث، بسمع من المانجا شو بصير وهيك. في له حتى صور وهو كبير يعني كبر، صاروا كبار يعني في الجيل. بيسعدني أرسم له كمان صورة وهو كبير يعني في تحوله، شايف إنه في عين بيقجم، في عين يعني أخذ جينات هيناتا اللي هي أمه، ففي تحولات يعني شوف التحولات بس في الصور، بس بعرف شو الأحداث يعني بعرف شو القصة بالضبط. وبديش تقولوا لي وبديش تحرقوا علي بيجي يوم أتابع لحالي. طبعا أنا هيك كومت من خلاله أنا أخرف يعني كومت برسم الكبة زي ما أنتوا شايفين. طبعا حاب أذكركم كمان في شغلة فانز، بس قبل ما أذكركم خليني بس أحكي إنه أنا بلشت أرسم في العقد اللي لابسه، هيك لابس كلادة شبيهة للكلادة اللي كان لابسها ناروتو نوعا ما. طبعا هيك الصورة خلصت معاي وراح أقوم بتخطيطها، بس قبل تخطيطها طبعا شعار النينجا، شعار النينجا يا هيا ما تنسي شعار النينجا أهم شيء. طبعا هنا كبرت العين شوي إذا بتلاحظوا، شايفين كيف كبرتها وسعتها شوي، مرار أحيانا خطوط بسيطة ها شايفين كيف. لا أنا يعني مش كثير أنا يعني مش بتطلب منكم إنه تمحوا زيي، لا أرسم عادي، بس كبرتها شوي نتفة لأني مسحت المسح من دائرة العين شوي يعني، فلاحظت إنه هيك أفضل يعني أحسن هيك. هسا أنا بكون برسم شعار النينجا لابسه بوروتو. طبعا هو كنت أستصعب رسمه في البداية، بعدين اتعودت عليه صرت زي اسمي أرسمه. وهسه وصلت لمرحلة التخطيط. طبعا هنا كالعادة لازم أسرع الفيديو لأنه التخطيط بتعرفه بده شوي، فالتخطيط يعني لما أنتوا توصلوا لمرحلة التخطيط في الصورة بعد ما ترسموا في الخطوات، قوموا بتوقيع يعني قوموا بالنظر للفيديو شوفوا كيف بخطط يعني بالضبط. بس بنفس الوقت لما أوصل للتلوين بتوقفوا شوي الفيديو وبتقوموا بالتخطيط بالراحة شوي، ما تضغطوا على قلم التخطيط حامي أثناء التخطيط لأنه القلم غامق خلقة يعني، فمش بالضروري تضغطوا عليه. هاي الأقلام إذا بنضغط عليها بتنكسر البريتو يعني، في له بري هيك زي الحبر تنكسر، فعشان هيك لازم تخففوا ايدكم اثناء التخطيط وما تشدوا عيدكم حامي عشان ما يصير في رجات اثناء التخطيط. وهان وصلت لمرحلة التلوين. طبعا الألوان الباستيل أكيد، هاي باستيل الطباشير، طبعا هاي الطبشورة نفس لون بشرته بالضبط، وكمان الباستيل القلم الغامق، وكمان الباستيل البني المحروق زي ما انتو شايفين. حطيت ان هذول الثلاث أقلام هن اللي راح أقوم بتلوين بشرة بوروتو زي ما انتو شايفين. بلشت في قلم الطباشير أو قلم الباستيل، طبعا مش قلم، هو طبشورة الباستيل. طبعا أكيد راح أمسح في صباعي، هسا أنا صباعي بستغنيش عنه، صباعي عندي أهم من القطنة، صباعي بتماشى مع المسح يعني، في أصابع ما بيتماشين مع المسح، بيكون يعني في أصابع بعركن قابلات للعرق رطوبة بيكون فيهن فبطبع الإشي. فأنا الحمد لله من نوعية الأشخاص اللي ما بتأثر يعني أثناء مسحي للرصاص أو الباستيل، فعادي بيجي مية مية يعني، خلص رسام من كله. تمام هيك ها زي ما انت شايفين مسحت في صباعي، صباعي بشعر انها اداة سحرية في المسح، بعرفش بزبط فيه 100%. الباستيل يعني الباستيل يا عمي الباستيل، شوفوا ما اجمالها للبشرة. كيف يا عمي بدك تصير هيك فنان محترف من خلال الالوان؟ يعني الالوان بتلعب دور يعني، لا فوق ما انت محترف كمان الالوان بتعطيك هيك لذة في الظلال. طبعا انا دخلت البني المحروق زي ما انتم شايفين كيف اعطى زي ثلاثي ابعاد هيك حلو. طبعا انا ماسك المحاي هنا بمحى قاعد في مناطق بدي افتحها اللي هو محاي القلم،
أنا بقوم بتلوين العيون زي ما أنتم شايفين باللون الأزرق الفاتح، بعدين بدخل اللون الأزرق الغامق. طبعا الأزرق الغامق بدخله مشان يعطيني تظليل، شوفوا كيف، شوفوا كيف العين بتصير تلمع. بس أحط اللون الأزرق الغامق على حواف دائرة العين وعلى من العين من الأعلى كمان، هذا اللون الأزرق الأغمق منه بدرجة. أنتوا فيكم تستخدموا بس لونين حسب الإمكانيات، للي ما مع ألوان باستيل وما مع ألوان يعني، فيكم تستخدموا بالألوان العادية. أنا كنت في بداية قناتي أرسم وألون في الألوان العادية، كنت أشتريها من المكاتب يعني عادي، بكون سعرها 5 دولار. بس مع الوقت الواحد بتطور يعني، أنه ما بيظل يعني زي ما هو واقف على نفس ال... احنا لنا سنين فاتحين القناة، فعشان هيك الواحد لما يتطور بيشتري اشياء خلص عنده فضول انه يستخدمها، وبرضه كاضافة جميلة للقناة يعني مشان يعطي جمالية للرسمة. طبعا هنا قمت باستخدام درجات اللون السكني، فيكم تستخدموا الاسود والسكني بس يعني مش درجات ضروري 100 لون. طبعا هنا قمت بتلوين الحاجبين، هسا شوفوا الشعر كيف بده يبين معانا. يا سلام، استمتعت كثير وأنا أقوم بتلوين شعره زي ما أنتوا شايفين. تلوين الشعر جدا سهل يعني، طبعا حطيت ورقة هنا عشان تعرفوا باستيل هذا بيطبع شوية مشان أحافظ على نظافة الصورة، إيدي بتتحرك كثير للشعر. بقوم بتلوين الشعر بالكامل باللون الأصفر. طبعا أنا سبب هيك اختفائي فجأة وظهوري إني ببري الكلام يعني، كلام مرار بخلص معي ببري وبرجع. لون الأصفر لون بلون من حاله أصلا، لون بلون من حاله يعني، خلص مجرد ما ألون في الأصفر هيك لأنه بتشوف الإشي ضوى قدامك يعني، مش شرط أن يعني ألون فيه شوي شوي. طبعا هنا إذا بتلاحظوا مسكت اللون الأصفر الفاتح فاتح وبلشت أضغط على اللون الأصفر الفاتح فوق اللون اللي لونت عليه، هذا اللون الأصفر الفاتح ملاحظة اللي أنا معاي هسا، اللون الأصفر الفاتح هذا اللون الأصفر مشان أطعم اللون يعني، أخفي البياض، مش في بياض هيك زي في البن في الشعر بخفي من خلاله. تمام، هسا انا بمسك بمسك اللون الذهبي. طبعا اللون الذهبي او اللون الاصفر الغامق مشان يعطي ظلال للشعر زي ما انتم شايفين هيك في مناطق معينه بسيطه بحددها. يا سلام، والله جنون طلع برته له هيبه. انا بلشت ادخل في الباستيل زي ما انتو شايفين، ها في الطباشير في الطباشير في الطباشير، وشوفوا شوفوا السحر في المسح، شوفوا السحر في المسح يعني، اشي طباعة يعني، اشي بجنن. هاي الالوان اللي كنت طول عمري احلم فيها ونفسي فيها. طبعا اللي ما عنده باستيل في يستخدم الاقلام الخشبية العادية. طبعا هنا بكون بلون فلينته هيك، برفع شوي الكراسة لفوق شايفين عشان الون الفلينة زي ما انتو شايفين. بلون القلادة طبعا اللي لابسها، وهسا بضل علينا آخر شيء ها في الباستيل على السريع كمان. شوفوا خرابيش خرابيش مبين خرابيش، بس امسح في صباعي شوفوا السحر، شوفوا السحر بس امسح في صباعي يعني عن جد. ألوان بتختصر علي وقت يعني، إنه عشان هيك وبتبيض وجهي في المحطة يعني. يعني عن جد في كنت أستخدم الأقلام الخشبية قبل في التلوين، كانت كثير عادة تتعب وانا الون، كثير كثير اشد عادة كثير، كان كمان الفيديو يستغرق معي وقت كبير كثير يعني، كمان انه الرسم بالخطوات غير عندنا. يعني انا بدي ارسم الي شخصي عشان افرجيكم تفرجوا رسمي شوفوني يا عالم، لا انا برضو بدي ارسم الكم يعني بالخطوات عشان تستفيدوا. تمام، طبعا انا هنا بكون بالتخطيط. شوفوا لما أقوم بالتخطيط، التخطيط طبعا زي ما ذكرت في بعض الفيديوهات يعني السحر، دايما سحر الرسم في التخطيط. التخطيط بعض الرسم كأنها طباعة يعني، لأنه أحيانا بعض الخطوط الرفيعة جدا بتختفي بين الألوان، فمشان هيك بضطر أني أخطط. ها خططت الوجه، خططت طبعا قلم بيج معي قلم نخميل، بس بعض الخطوط مش كله يعني، ما دخلت هيك في نص في الوجه ولا في الشعر ولا، بس هيك في الخطوط الخارجية زي ما انتو شايفين. طبعا انا هيك
انهيت الصوره يعني خلصت الصوره بقوم هيك بمسح يعني حتى كمت الكراسه هيك عشان اكدت المحي. ممنوع ممنوع امسح في ايدي هذا بستيل. طبعا ما تنسوا توقيعكم الفني، انا اسمي هيا، وما تنسوا الاعجاب والاشتراك في قناه درو ابدع لياتيكم كل ما هو جديد. خلينا نكثف القناه لل 100,000 فانز، وبيسعدني جدا جدا تفاعلكم، و100 اهلا وسهلا في الزوار الجدد، وما تنسوا الضغط على زر الجرس مشان ياتيكم كل ما هو جديد. وأهم شيء الترتيب النظام في الرسم، ونهاركم سعيد وسلام.